مرحبا شباب، شلونكم؟ ان شاء الله تكونون بخير. طبعا الفيديو اليوم راح يكون تكمل الفيديو السابق مثل ما ذكرنا، اللي هو كان عن تصميم فيلا تجمع خليطين من حقبتين مختلفة، اللي هي الحقبة العباسية والحقبة الرومانية. طبعا كل من هذه الحقبتين لها فن يعني خاص بيها ولها تفاصيل خاصة بيها، بس قدرنا طبعا نجمع بين الاثنين بصورة جميلة ورائعة. خلونا نرجع نستذكر الصور التوضيحية اللي قدمناها للفيلا أو للتصميم الفيلا، حتى للناس اللي ما حضرت الفيديو السابق، حتى تكون أيضا على بينة وأيضا تكون بالصورة. خلونا نبدي بالفيديو القصير وبعدين نرجع لكم ونكمل هذا الفيديو. مثل ما شفتوا بالفيديو السابق واللي راح يظهر اللينك فوق، الأشخاص اللي ما تابعوا الفيديو السابق ممكن أن يتفرجون عليه. فاليوم راح نعمل تصميم أثاث لغرفة الطعام، وطبعا احنا درسنا هذا الموضوع بشكل موسع وراح أخليكم بالصورة خطوة بخطوة حتى تشاهدون وياي كيف تم تصميم قطع الأثاث هذه. طبعا التصميم من غير الممكن أن يكون اعتباطا، لازم يكون إلى هدف، وهذه تسمى أعلى درجات التصميم. من يكون عندك هدف وتصمم شيء إلى هذا الهدف، ممكن يكون كلمة، ممكن يكون موقف، ممكن يكون حقبة زمنية، فهذا راح يكون من أصعب أنواع التصاميم. ولكن طبعا احنا قدرنا أن نعمل هذا التصميم وقدرنا ننجح بتقديم شيء جميل. خليني أبدأ وياكم بالبحث. طبعا قبل أن تعمل أي تصميم لازم تعمل بحث موسع عن الهدف الخاص بهذا التصميم. بحثنا بالحقبة الرومانية، بحثنا بالحقبة العباسية، وجدنا أكو شيء مشترك بين الاثنين. الحقبة الرومانية طبعا تمتاز بالتماثيل والتجسيدات، يعني تماثيل جميلة جدا ممكن تشوفها بروما وبكل مكان، يعني إذا كنت سائح ممكن أن تشوف في كل مكان يعني خلينا نقول تفاصيل جميلة خاصة بالمدن القديمة. بالنسبة للحقبة العباسية كانوا ما يهتمون بالتماثيل، ولكن كانوا يهتمون بأشياء أفخم، وكأنما ومن ضمنها اللي هي الجلود. جلود كانوا يكتبون عليها رسائل، جلود كانوا يكتبون عليها يعملوا من عندها الأثاث، يعملون ملابس، وكانت جلود طبيعية. ودائما الملوك كانت تستخدم
الجلود اللي لها علاقة بالقوة، مثل الحيوانات، ملك الغابة مثلا الأسود، الغزلان مثلا. الغزال ما يحتاج يكون كقوة يعني كقوة توحش، ولكن قوة في السرعة أو في البديهية. فهذه الأمور درسناها بصورة واضحة ووصلنا إلى هذه التصاميم. طيب خل أخذكم جولة حول التصاميم، كيف صارت وكيف توصلنا إلى هذا التصميم النهائي. نأخذ أول صورة اللي هي صورة الأسود، وهي أسديا مثل ما نشوف في حالة عراك أو في حالة يعني قوة واستعداد للهجوم. مثل ما نشوف حركة الأسد وطريقة جلوسه ومواجهة الأسد المقابل، يعني قوتين، تضارب في قوتين، شيء عظيم. إذا ننظر إلى حركة قدم الأسد وهي في حالة تأهب، أنا اخترت هذا الجزئية لأنه دائما قوة أو حركة التأهب أو الهجوم تأتي من القدم الخلفية للأسد كاندفاع إلى الأمام، فلازم تكون رجل يعني أرجلة قوية حتى يندفع إلى الأمام حتى يواجه، طبعا بالإضافة إلى الأذرع. ولكن في هذه الحالة احنا يعني اخترت هذا الجزء حتى أقدر أصمم عنده شيء. بدينا بالتصاميم أنه نفكر كيف نوصل إلى شكل الكرسي. فكرت بالزوايا وفكرنا أنه نسوي مثلا كرسي متعدد الزوايا يأخذ شكل تأهب هذا الأسد وهجومه. وأيضا كان عندي محور ثاني أن يكون هو بطريقة مقوسة أكثر، مقارب عفوا لحركة الأسد. بالصورة الثانية اللي هي رقم 2، عندنا حركة مواجهة الأسد مع أسد ثاني في عراك شديد، يعني في قمة الهجوم وفي قمة القوة. فنجد هنا أنه الأسد حركة رجله هي متموجة أكثر مما هي تكون يعني ما تقارب الزوايا، يعني ما تكون قريبة على الزوايا. فاخترت أن تكون بهذا الشكل وبديت أصمم. أوكي قدمين، أوكي طريقة مقوسة، بس يعني ولكن كيف أقدر أن أوصل إلى الشكل النهائي، الشكل الهجومي اللي فعلا ممكن أن يوصلني للأسد. طبعا هذني مجموعة أنا اختارتها من كثير من التصاميم اللي عملتها، يعني حتى أختصر الوقت، لأن حقيقة إذا أشوفكم كل التصاميم فراح أطول فترة طويلة على الفيديو. فحقيقة هنا بديت شوية أتوصل إلى التصميم القريب للنهائي. نشوف في رقم 4 اللي هي التخطيط الرابع، نشوف انه الاسد حركة قدمه نشوفها انه هي يعني قريب، يعني فيها شعور لان تكون كرسي، ان تكون قدم لكرسي بطريقة مميزة. ومثل ما تشوفون فوق بالأعلى أنه حاولت أن توصل إلى حالة من يعني خلينا نقول التقوس، ندرس التقوس اللي موجود لو حاولت أعمل قدم الأسد كقدم للكرسي. فكانت بهذه الطريقة مثل ما تشوفوها أمامكم. نشوف رقم 5، رقم 5 بدينا نوصل إلى تقريبا للشكل النهائي اللي قررت أن أصمم منه الكرسي. طبعا هنا الأسد في حالة أيضا دوران، وفي نفس الوقت أنه قدمه أيضا متكررة في حالة الهجوم، لأن أيضا لازم ندرسها، هل هي في حالة الهجوم راح تكون بهذا الشكل فقط أو تتخذ أشكال أخرى. فتوصلت أنه هو فعلا شكل واحد، انه حالة الهجوم تكون بشكل واحد وبهذا الشكل مبين امامكم، انه شكلها تكون مقوسة وتكون القدم الجزء الاسفل من القدم تكون منبسطة، وما يعني منطقة الفخذ
او على الساق عفوا تكون مقوسة ومنتفخة نوعا ما، يعني كعضل، العضلة تكون هناك مستعدة للهجوم. فمثل ما تشوفون على يميننا، أنا يعني عملت كتصميم سريع وبديت أقيس وين ممكن يبدي التقوس وين ممكن يعني ينتهي، يعني حتى أعرف بالضبط أن أقارب الصورة بين وضعية الأسد وبين تصميم الكرسي. نشوف الرقم 6. رقم 6 طبعا هنا انا درست وضعية ثانية، لان احنا مو بس انه ممكن ان نصمم كرسي، ولكن يجب ان تكون هناك طاولة طعام متوافقة مع الكرسي ومع هذا التصميم. ايضا هنا مثل ما نشوف انه درست وضعية الاسد، ومثل ما قلنا بالنقاط السابقة ايضا حالة تأهب الاسد للعراك، وايضا كيف تكون قدمه او الساق الخاصة بالأسد وضعيتها وشكلها، وتوصلت مثل ما تشوفون بالأعلى كتخطيط بسيط جدا وسريع للشكل النهائي للطاولة. أهم ما كانت بهذه المسيرة، مسيرة التصميم من الألف للياء، يعني مثل ما ذكرت لو أطرح لكم كل التصاميم فراح الحلقة تصير جدا طويلة. وهذه اللحظة خلونا ننتقل وياكم من عالم الوعي إلى عالم الفانتازيا أو عالم الخيال، حتى أقدر أشوفكم التصميم اللي مخيلتي، وفعلا هو كان التصميم النهائي لهذا المشروع أو لهذا مشروع الأثاث. فخليني أخذكم وياي إلى عالم الخيال، تعالوا وياي. مرحبا بكم في عالم الخيال وفي عالم التصميم. مثل ما تعرفون عالم التصميم هو عبارة عن عالم من الخيال يترجم إلى الواقع، يبدي من فكرة وينتهي بمشروع حقيقي على الأرض، سواء كان قطعة أثاث أو كان فيلا أو أي نوع من أنواع التصاميم. فالمصمم يجب أن يكون له مخيلة كبيرة ومتسعة وأيضا عريضة الوعي حتى يكون تصميمه إلى معنى، لأن التصميم بلا معنى، تصميم بلا هدف، وبالنهاية يبقى شكل لا أكثر ولا أقل. خليني أشوفكم هذا التصميم اللي هو تصميم الكرسي. مثل ما تشوفون أمامكم هذا الكرسي ماخذ شكل الهجوم للأسد، وفي نفس الوقت مصنوع من أجود أنواع الخشب، وأيضا يحتوي على جلد الطبيعي، أيضا يكون بشعر، في الجلوس وفي الظهر. ومثل ما تشوفون هذا التصميم يجمع بين الحقبتين اللي هو الحقبة العباسية والحقبة الرومانية، يعني صورنا الأسد بصورة الكرسي واستخدمنا الجلود الطبيعية طبعا للحقبة العباسية، وصورنا الأسد بصورة الكرسي من الحقبة الرومانية. ومثل ما تشوفون هذا الكرسي جميل ورائع ويمتلك كل المواصفات اللي احنا نتمناها. هسه نرجع خلينا نشوفكم الطاولة. الطاولة راح تكون شوي ثقيلة فراح نمسكها باثنين ايدينا وخلينا نشوفكم اياها. مثل ما نشوف الطاولة تحمل نفس حركة ساق الأسد مثل ما يملكها الكرسي، ملكها
ملكتها طاولة الطعام. طبعا هذا النوع من أنواع التصميم يسمى بالتصميم الممتد، يعني على خط واحد يكون، يعني على هدف واحد، وهذا هو التصميم الصحيح، أن يكون الهدف واحد. فمثل ما تشوفون أمامكم هذه هي الطاولة، والطاولة حقيقة من الأعلى طبعا أيضا من نفس نوعية الخشب اللي مصنوع من الكرسي، وبنفس الوقت مثل ما تشوفون الطاولة من الأعلى هي من الخشب، وفيها خط يعني يستدير الطاولة، وهو من الإيبوكسي الأزرق. لأنه ليش استخدم إيبوكسي أزرق؟ لأنه أي إضاءة تسقط عليه فرح يبين عندك كأنما إضاءة لي في داخل هذه الطاولة. يتوسطها خط عريض من الوسط، يعني من وسط الطاولة، وهو من الجلد الطبيعي. وطبعا بالنهاية راح يكون فوق هذه الطاولة هو لوح زجاجي حتى أيضا يحمي الطاولة من أي تلف، أو أيضا أنه يعني يحمل الجلد من أي يعني اتساخ أو أي شيء آخر. ومثل ما تشوفون أمامكم هذا النموذج الرائع. أتمنى يكون التصميم عجبكم، وقبل نرحل خلونا ننتقل ونرجع إلى عالم الوعي ونكمل فيديونا. مرحبا بكم مرة ثانية، رجعنا من العالم الفانتازي، عالم الخيال اللي قدمنا به تصميمنا لهذا اليوم لغرفة الطعام أو صالة الطعام من كرسي وطاولة الطعام. وطبعا احنا مكملين بالفيديو القادم، راح نقدم تصميم كامل إلى غرفة الطعام، ونشوفكم كيف راح يكون موقع هذا الأثاث اللي أو هذا التصميم اللي عملناه اليوم بموقع الصحيح، وكيف نعطي قوة أكبر ومساحة أكبر حتى يبرز. أتمنى إذا عجبكم الفيديو أن تشاركوا، وأيضا ما تنسون الإعجاب اللايك والشير والكومنت، لأن هذا طبعا ينطينا دعم إحنا حتى نكمل، وأيضا حتى نقدم الأفضل. شكرا لكم، ونلتقيكم بالفيديو المقبل. مع السلامة.